أهلا وسهلا نورت بالمطبخ يعني دائما بتبلشوا فيه لخميس اطلع خميس اطلع برا المطبخ حدا ببلش مع شف خميس اطلع برا الله يسعدك <applause> الله يسعدك شو بدي أعمل؟ ايش تعمل الي الله انا شو اطول. بدي أسرق. لا ما شاء شو... الله انت كثير ما بس انت بتلاحظ يعني, يعني الناس بتبدا الحلقه اطلع برا اذا ايش اطلع برا مش فاهم لا بيطلع خاطره يعني <applause> عن جد شفتيني كيف داخل حاطط دي بجيبي <applause> جيبوا له كرين طيب شو رايكم؟ مية بالمية معناته احنا اليوم طبعا رح تكون الحلقة كتير مولعة على سببين اول سبب انه انا وخميس يعني زمان قلنا مطلعنا بعرف انه يعني زهقناكم فترة معينة بس هينا مرة تانية والشغلة الثانية اليوم عامل خميس اشي اول اشي انتو طلبتوه من الف مليار سنة طبعا اليوم اكرمني اني اكون موجودة معاه بالحلقة فرح يعمله والشغلة الثانية انه انا بدي اعطيك المجال كلياته تحكي فيه لانه انا متأكدة انه اول اشي مطلوب شعبيا كتير وتاني يمكن في ناس اول مرة بسمعوا عنه صحيح اول إشي يسعد مساكي وكل ومسا كل الساده المشاهدين والمتابعين وصفه اليوم الرئيسيه هي اكله حورانيه او خلينا نحكي من سهل حوران اسمها المليحي المليحي طبعا هي خلينا مش هو المنسف السوري ولكن هو طبخه بتاكل كتير بدرعة مشهوره فيها انه فيها جميد وفيها لحم وبتنعمل بالبرغل ومع الكبه كيف ما تسالوني اكيد في ناس بيعرفوها ولكن طريقه التطبيق والطبخ للبرغل كمان له تكنيك معين اليوم راح نحكي كل اسرارها ونطبخها عن جد بطريقه راح تعجبكم اكيد طبعا راح نعمل كمان وصفه سلطه تكون قريبه هيك وضمن اجواء انه احنا عم ناكل عم ناكل جميد انه إحنا متعودين عليه وحنعمل كمان عصير هيك بارد منعش ينعنش علينا الجو 100% لانه طبعا اللي بياكل جميد يعني اول شيء بيصير بده يشرب كثير سوائل وخاصه هيك خلال النهار بشكل عام بضلوا عطشان فاليوم رح نطلع معاكم مباشره على الهواء مثل ما تعودتوا احنا اوريدي موجودين معكم مع مصعب اكيد على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن عمان تي في اوفيشال بدي منكم تشيروا الحلقه تحتفظوا فيها عندكم على صفحاتكم ومنها كمان تدعمونا وبدي منكم كمان من خلال الكومنتس تسالونا اي سؤال بتحبوا تستفسروا عنه وراح نكون عم نجاوبكم مباشره رح نطلع مع أول وصفة معنا على الهواء ملاحي رح تحتاجوا ل 2 كيلو لحمة خروف بالاضافة لباكيت جميد سائل واربع مكعبات جميد كو ملعقة كبيرة من الهيل الحب وخمس ورقات من الغار حبة بصل و كيلو برغل وملعقة صغيرة كركم زيت الكرم ملعقة صغيرة هيل باودر بالاضافة لربع كوب سمنة بلدية ونص كوب لوز وعشر حبات كبة مقليين <applause> طبعا انا مبسوطه كتير انه اليوم رح نستخدم جميتكو هات نفرجيهم اياه لانه جميتكو طبعا كنا نحكي عنه دائما ما يميزه غير انه طعمته مدعمه يعني لشكل كتير كبير بال طب ها هيني ثابته اه <applause> <applause> مش تسكتي سبتي ايدك يا <applause> طبعا جميد كل حلو فيه انه هو مكعبات مرق الجميد زي ما انتم عم بتشوفوا اكيد رح يستخدمه الشيف خميس كثير اليوم بالوصفه وانا بحب انه اليوم حتى جميدنا بيكون منطلق مع الطير الذهبي بكل العالم لانه بكل بساطه الواحد بيقدر ياخذه زي كيف ايام زمان لما كانوا يوصلونا على راس الجميد هلا بنودي لهم جميدكم طبعا هي هلا خطر على بالي شيء كثير 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 مهم أنا مسافر بشهر 11 على مكان، طبعا كل هذا الحدا أصحابي كثير هناك طلب. هم مش أردنيين بطلب مني جميد فأنا باخذ معي جميد، بس راح آخذ معي من جميدكم لأنه هذا بالمطار راح أقعد أشرح للإخوان المصريين إنه هذا رص جميد هذا من هذا وهيك وأقعد أشرح فهذا راح يسهل عليك كل المهمة والله تتذكرني والله العظيم لا تتذكرني لا تتذكر تذكرك. خلص يعني, يعني شكراً أنا اللي الفكرة شفت؟ عن جد شكراً <applause> أوكي طيب بدي احكي شغله ارغي شوي صغيره بس عن هاي الاكله واحكي لكم انا شو عملت، طبعا انتم شايفين طناجر هون عم بتطلع أه بس لحظه 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 قولي. عشان نبلش من الاول يلا عم بيقولوا لك نعم. ليش هو الملاح بينطبخ بالبرغل مش بالرز ام علاء نعم. عم بتقول لك نعم 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 يعني ولا ممكن بالرز لا مش ولا ممكن هلا اذا انطبخ بالرز بصير منسف هو عاده والاصح انه ينعمل بالبرغل مش بالارز أوكي. طيب بدي احكي لكم شغله انا مش عامل ولا شيء عشان تكونوا عارفين انتم شايفين طناجر هون عم تغلي على النار بس هذا الحكي ما في طبخ مم. عندي هون باكيت الجميد اللي انتم شفتوه محطوط بالوصفه انا حطيته بس السائل جوا الطنجره ما عملتش ولا شيء ثاني وهون سلقت اللحمه طبعا كل شيء شفتوه في باقه عطريه اللي هو البصل ورق الغار الهيل كل هاي الاشياء انا سلقت فيها اللحمه مم. عشان نختصر الوقت لانه بده شغل صراحه هون اليوم عشان هيك نركز شوي الغاز فانا عندي جميد وعندي طنجره تانية عم بسخنها بدي احط فيها زيت الكرم ونبلش طبخ بالبرغل طبعًا. طبعا البرغل بنطبخ آه طبعا شكرا دانا زوجك انها جايبه جايب لي زيت جديد اه طبيع. لانه انت يعني, يعني انك تقضي على الزيت في نفس الحين انا <applause> خليني ساكت بس شيف أنت عم تفتحوا لنا زيت الكرم طبعا اللي بدي اوجه يعني مطالبه لكل شخص عم بتواصل معانا هلا وعم بحضرنا او كمان بحضرنا من زمان فعليا زيت الكرم بيعطي قرشه وبيعطي يعني استوى رهيب جدا لكل الوصفات اللي عم بيستخدموها عنا شفاتنا عم بيكون فعلا زاكي سعره مناسب متوفر بكل مكان بدهم منك لبعدين تعمل لهم عش البلبل عشان ما تنسى ماشي حاضر بس حاضر ده انا شو حكت بس معي تالقت تالقت <applause> اوكي طيب اول شيء بدي اعمله عندي هون طنجره حطينا فيها زيت الكرم آه, طبعا بالجديد أعطتني اياها دانا زوجها شكرا لك يعني مشكوره بدي احط هلا بدي احط اربع آه مكعبات من جميدكو جوا اللبن الجميد اللي انا حاطه على النار عشان بدنا نعطيه مرق اللحمه ونتركه حتى يتطبخ حلو اوكي اوكي بعدين بدنا ننتقل لموضوع البرغل، طبعا البرغل بنطبخ بطريقه مش مفلفله، مش لازم يكون البرغل مفلفل، لازم يكون اشبه بالمهروس يعني لازم ينهرس ويتشرب كمان من الجميد، فضروري تنتبهوا على هذا الموضوع وتشوفوا بالضبط كيف لازم ينعمل. بس انا ما فهمتش قصه الكبه. هو هيك خلص عاده بحطوا كبه يعني. بنحط على وجهه كبه مع <تصفيق> <تصفيق> طبعا انا آلي الكبه كمان للوقت، آليها ونجهزها وآلي اللوزات عشان كمان شوي ما تقولوا خميس. قاعد طابخ نص الطبخه قبل الهوا لا بس انا فعليا عشان بس نكسب وقت مش اكثر اوكي معناته انت برضه يعني من وقت للتاني ارجع اذكرهم شو حطيت مركبات اكيد 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 طبعا انا سلقت اللحمه بورق الغار والهيل والبصل وكمان آه ضل طبعا سلقتها منيح زي ما انتم شايفين يعني هي جاهزه صراحه للطبخ وانا مستخدم لحمه خروف فيها مزات وفيها آه يعني قطع مختلفه اوكي هلا بدنا نحط مرق اللحمه هون على الجميد ونتركه حتى يغلي على النار وننتقل للخطوة الثانية واللي هي طبخ البرغل الزيت عندي حمي بدي أنزله أنزل البرغل على الزيت مم. أوكي بهذا الشكل عم بسألوك يعني هو فعليا طعمته رح تكون زي المنسف هلا هو مش هلا انت مش عم تاكلي رز بالاخر يعني رز مش رز رز انت تاكلي شيء يعني شيء مختلف واقرب اكثر شيء ممكن تشوفوه بس شوفوني كيف طبقت الـ الـ البرغل, البرغل حتشوفوا ايش بالضبط رح تكون الطعمه هلا بدي احط ملح اوكي اوكي طيب بس هلا شوف كمان شيف يعني اليوم الناس متحمسه على الوصفه اللي انت عم تعملها وفي ناس زي ما قلت لك يعني بيعرفوها وبستنوها وفي ناس بالنسبه لهم يعني اول مره عم بسمعوا عنها فهيك تساؤلاتهم غريبه هلا بدهم منك كمان ميسر اهلا وسهلا فيك حبيبه قلبي ميسر وين غيبتي؟ قبل امبارح كنت على الهواء مع يارا هلا عم بيسالوني اذا ممكن تعملهم زرب ولكن بدهم اياك تعمله بالفرن احنا ما عملنا انه ياكل زرب برمضان اوكي يلا برضو اغدر فيي ويشكوا لي المتابعين ويقولوا لي الحلقه الجايه اللي انا وياكي بنكون فيها مع بعض الاربعاء مش اللي جاي اللي وراها بكون انا وتمر أو؟ أو؟ ما عشان بعض اعتبري انه راح تكون هي زرب وبالهوا اوكي طيب انا هلا شو راح اعمل بدي احرك بس الجميد كله انا حطيته جوا الجميد عندي هون واحركهم كويس طبعا انا حط معلقه سمن بلدي هون كمان أه. اوكي و... وبس يعني هو اذكى يكون هيك بلدي زي ما بقولوا 100% تمام معناته راح نطلع معكم بالفاصل بشكل سريع جدا خليكم عم بتشاركونا على الفيسبوك ما تنسوا من خلال الشير وبنرجع لكم تتخيلوا ريحة الجميد اللي عم تطلع يعني جميدكو فعليا يعني بخليك تحس قديش هو أصلي مية بالمية موضوع المنسف يعني صراحة أنا بدي أتشكرك اليوم شيف خميس إنك يعني تركت كل الطبخات وعملت هاي الطبخة بحلقتي <تصفيق> <تصفيق> وحطوني من هلا كاستين مي، أنت شايف وحدة تحت، وتري تحت بالكافيتيريا تعالي بس أجيب لك قنينة مي <applause> عرفتي ليش صح؟ <applause> عرفت ليش طيب. خميس <applause> في ناس عم بيقولوا لك إذا بدهم يعملوها بلبن النعاج بنقدر طيب بدي أحكي شغلة، ب... هلا في في أكلة اسمها لبن معجو... معقود هي مش رح, رح تضبط معقود مدنية زي قريبه اللبن أمه فاذا بتعرفوها اكتبوا لي بالتعليقات، هلا هاي هاي الاكله على فكره قريبه للشاكريه، الشاكريه آه اساسا بتاكل مع الرز او بتاكل مع البرغل عادي ما فيش مشكله، اللي ما بيأكل جميل بيقدر ياكل لبن معاج يعمله على طريقه اللبن معود، على طريقه الشاكريه بالطريقه اللي هو بحب اكيد يعني. طيب شوف هلا أم عمران شو بتقول الله يسعدكم واليوم حبيبتي تمارا أنا من درعا أحلى مليحي هي أكلتنا التراثية بحوران ومشهورة كتير 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 منسف حوراني وكتير طيب ويعطيكم ألف عافية ممتاز أنور الحطاب يعطيكم ألف عافية كمان كمان هون بيقولوا لنا غيابك مع الشيف خميس طوال والله لا. ارجعوا لدانا تعمل لنا إيش؟ ري <applause> اه خلاص والله هلا بسجل لك اللي حكيتيه وبقوله على الهواء <applause> <applause> لا, لا. <applause> لا 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 <applause> اقرب السماعه على المايك <applause> يلا هلا هون بتقول لك ام عادل هي اليوم عامله مجدره برغل مع مليحيه مليحيه ولا قصدك مليحي, مليحي هو اكيد مليحي يعني اكيد والله شو هال بس بس وهالفطفة. يعني أستاذ صادفة كتير يعني آه روبا بتقول لك مسافر على مصر إن شاء الله بشهر 11 كيف هوك مشو طيب آه. آه بدي أدير المرق اللحمة هون على البرغل قال آه بقول لك شكلك قاعد عم تضحك على تمارة بتعوضها عن فتة الشاورما بالملاح آه اليوم أوبا. والله العظيم ما بدل عليك إنهم كلهم فتنوا عنك تمارا وتمارا وتمارا لو تعرفي شو شيروا الحلقة وسيفوا هذا الاشي اللي عم بحكي شيروها اليوم بدي اياها تشعل الحلقة مش احكي شغلة هو اسمعي انا كان في اتفاق بي طبعا حكيت لهم كلهم يعني انا حكيت على هو تمارا طلبت مني انه نرجع نعيد فتت الشاورما مع بعض مم. قلنا ولا تضلين امين خلاص بدنا نعيدها مم. دانا السوسة دانا السوسة ايش عملت دانا زوجاش مم. لغت حلقتي مم. هلا ايش صار بالحلقة تبعتي تشفتت لا مع فانيتا فطلعت مع فانيتا الحلقه فقلت لفانيتا انا لما جيت اعمل الفتة شاورما ام محمد طال عمرها راح تزعل مني كثير لانه عملت الفته مش معها فانا لحالي اعترفت لحالي صح يا دانا مين السبب تعملي مني غير للكل فعلا انا بتوحم وبصير ابعث لهم شو هلا عم بسألوك شيف عم بيقولوا لك انه انت اليوم الملوحه كيف بتقدر تعادلها بين ملوحه الجميد وبين جميدكو واذا بدك تضيف الملح على البرغل. طيب انا ضفت شويه من الملح على البرغل لانه م. الاكل بطبيعه الحال لازم يتنكه شوي خاصه انه لما بيكون مش مطبوخ فيعني لازم نحط شويه ملح عشان نعادل الطعمه هذا واحد اثنين جميدكو ما بياثر بطعمته بالملوحه العاليه على على الجميد العالي احنا صرنا طبخين اكثر من مره ب اجيب جميد معي واحط عليه جميد كو ويطلع معي طعمته ظابطه كثير يعني ما تخافوا من هذا الموضوع حلو. ابدا ولكن ما بنملح الجميد ابدا يعني ما حداش يحاول يفتي يقول عشان بدنا نطبخه مش عارف شو ابدا ابدا اه بخرب. أبداً. يمكن بفرط بالضبط هلا شيف اول شيء عم بقولوا لك كمان هون ميسر عم بتقول انا بعمل الدجاج الكريسبي بس ما بيطلع زي المطاعم اولادها ما بيحبوه هي اولا كمان هون وليد العباسي بيقول لي مين ام محمد انا <applause> انا ام محمد وليد يعني انت بعد احنا بالمناسبه صار لنا سنه امبارح عن جد اه يا يعني عملت شير فعلا عملت لنا شير صار لنا سنه طبعا ايام تمرق عن جد ود العباسي من الناس اللي من المحاربين القدامى انت معنا يعتبر فأنا مش عارف إيه محمد. انه تمارة ام محمد طال عمرها هاي الجمله لازم تكمل <applause> راحت الاسوار <applause> راحت الاسوار <applause> هلا شوفوا كمان ايش عم بيسالونا بدي احكي شغله بلش احكي اللي برغل لازم ياخذ مي لانه احنا بدنا اياه يعني يشرب مي منيح وما يكون مفلفل فعشان هيك لازم نعطيه لازم نعطيه كمان شوية مي ونتركهم حتى يطبخوا على النار، اوكي؟ يعني بتاخذهم ياخذوا راحتهم ياخذوا راحتهم على الآخر وتعطوهم مي بزيادة هلا هون أم مراد بتقول لك يسعد مساكي تمارة ومسا الشب خميس أهلا وسهلا الملاحة كثير بيطبخوها عنا أهل الشمال، أنا كثير كنت صحيح. آكلها عن دار جدي بإربد وهي كثير زاكية صحيح، أنا أكلتها بإربد أكثر من مرة يعني هي عشان هيك قلنا حوران والجهات هاي لانه هي مشهوره كثير بهاي المناطق طب ما قلت لنا عن كيف يكون كريسبي الجاج يعني هي عم تعمل جاج مش نعمل دعاية اه لا زي اللي <applause> بال <applause> اوكي زي <applause> اللي عارفينه اوكي احكي لكم شغله هو له دور كتير كبير بالنشا وبالطحين، الناس عادة بتحط طحين، انتم لازم تحطوا نشا كمان، اعتقد لكل لك كوب طحين وانتم عم تعملوا هاي الوصفة لازم تحطوا معلقة نشا بالاضافة لبهاراتكم، هذا واحد، اثنين لما بنيجي بدنا نقليه مش لازم يكون الزيت نسبته نسبته قليلة، لازم الزيت يكون غزير، يعني لازم تكوني معبية الطنجرة أو اللي أنت عم تقلي فيه لازم تكون غام منيح ما تكون الكميه كتير كبيره لما بنحطه بالزيت اي شيء بدنا نقليه بالزيت بتكون الكميه تبعته كبيره ببرد لي الزيت هون ايش مم. بصير بصيرين سلق سلق, سلق. ما بيطلع معي كريسبي فهي شغله مهمه كتير عشان لازم تعرفوها لما تيجي تعملوا هذا الدجاج لازم نقليه على مراحل وكمان ما نزيد الكميه عشان ما نبرد الزيت واحنا عم نقلي طيب هذا اول سؤال بالنسبه ل طبعا ميسر ان شاء الله تكوني هيك وصلتك المعلومة اسمع والله بس طلعوا لي إياه بس طلعوا لي إياه من تحت الخبازة دانا اسحبي لي هذا المخرج خلص تبارع خدوه خدوه خذوه خميس اسمع أقولك شغلة ركز معي قبل ما تقول لي الشغلة دادي عليه دعوة زي دعيتها لدانا زوجك بس مش على الهواء <applause> الله يطول الله يطول عمرها <applause> هلا أه لحظه لحظه قولي. لحظه أه استنى استنى راح السؤال شيف كيف نسلق اسمع عم تسالك كيف نسلق اللحمة احنا بطريقه ما تشد وتطلع مستويه ومثل ورد لتوتو أه ولا تحكوا لها ام محمد لانها زغنوطه وهي بالعكس بكيف انا بس اقول لام محمد <applause> عبير انا مش حارقه حالي بس الشاشه الشاشه بتغشكم <applause> كيف ممكن طيب. نسلقها من غير نرجع من احكي لكم شغله اول شيء لازم اول شيء اللحمه انا بسلقها مرحلتين صراحه يعني م. خليها تغلي أول غلوة بعد ما تغلي أول غلوة بكب هاي المي وبرجع بحط مي جديدة كيف غليت المي مع اللحمة طلعت زفرة اللحمة شلتها بشيل اللحمة برجع بسخن مي تانية جديدة على النار وبرجع بنزل فيها اللحمة <applause> عم وبتسخنها تطلع معكم زي الفستق وما فيش ولا نكهه ولا ريحه اي اشي زفره انتم ممكن تضايقوا منها هلا المرحله الثانيه انا بحط فيها المطيبات ما بحطها في المرحله الاولى بمجرد ما غليتها وطلعت الزفره واخذت الزفره وكبيت ميتها هاي المرحله الاولى المرحله الاولى برجع بغلي مي جديده على النار بحط فيها اللحمه وبنزل لها البصل ورق الغار الهيل اللومي كل اشي مطيبات انتم بتحبوا تستخدموه حطوا لها شوفوا هاي الطريقه وراح تعجبكم كثير وانا متاكد هلا في بعض المحلات بعض المحلات لما بس لما انت بتوصي من عنده مثلا منسف بلدي بدك وصيتي على منسف بلدي كتير بيستخدموا انواع ثانيه مش منسف بلدي اللحم البلدي تبعنا بيستخدموها بهي الطريقه بيغسلوا اللحم مرتين ثلاثه وبغلوها على النار حتى الطعم يتغير وبضيفولها لها بعض الاشياء عشان تحسوا انها اللحمة بلديه بس هي اه والله مش بلدية. نعم صحيح بس اللي بيفهموا باللحمه بيقدروا يعرفوا صحيح طيب. بس صدقيني هاي الطريقه بتخليش كتير يكون في فرق اذا اذا حتستخدموا اللي البلديه وكل هاي الاشياء حلو هلا اول شغله لازم هيك عشان الامانه توصل عم بيقولوا لك ما دام اليوم الحلقه فيها اكشن ملعلع يعني المخرج هو علي المخرج علي يا جماعه اقول لكم شغله <تصفيق> شفتوني شفتوا <applause> شفتوا <applause> شفتو <applause> الحلقه بدت وانا مش موجود اعرفوا انه انا مطرور من بقول لي اطلع برا اول ما يعني يعني بنقول يا هادي لساتنا اطلع برا الاستديو بطلع برا انا اعرفوا انه المخرج علي اذا لقيتونا طول الوقت عم نحكي بتحسونا زي المجانين مش عارفين مين عم مين عم نحكي اعرفوا انه المخرج علي اذا بتلاقونا بالضبط يعني حرفيا اذا بتلاقوا انه في شيء غلط عم بيصير في في حدا بيحكي معنا مره بنسكت هيك مره واحده بتصير نسمع اعرفوا انه المخرج علي صفات مهمة تعرفوها بس أنا في أمانة كمان لدانا المعدة العسولة هيك قالوا لي أقول لك أنت المعدة العسولة من إخلاص المناصير انت العسوله المعده يعني احنا المعده العسوله يعني احنا بعد كل حكينا على علي بدك نروح هلا نشكر بدانا هو زوجة. انا الامانه لازم اوصلها لاصحابها هلا هون لحظة لحظة, لحظه 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 هذا لا يعني انه علي اه بجنن واحنا مرزوقين باتنين مخرجين معنا والله العظيم اه والله رامي بس عكس عكس واحد كثير هادي ورايق بتحسوه <تصفيق> علي كفوري قاعد جوا الاستديو ما بتحسوش إجابة واحد موجود. يعني بدناش نحكي <applause> حبيبي طبعا علي <applause> انا رامي نسمه نسمي نسمي بس يجي على الاستوديو انت طبعا انت انت فولكانو انت مش عاصفه انت بركان هلا هون كمان لؤي يا تمارا فيني امسي على اجمل شيف فيك يا اردن الشيف خميس بحبك موت 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 شكرا يا لؤي اهلا وسهلا هلا كمان علاء شاهين او الفنان علاء شاهين عفوا عم بيقول احلى اكل اليوم شهيتونا مع الكبيره ام محمد شكرا الشيف المبدع ومتعه كبيره معكم على الهوا بعمان تي في سعاد كمان حابه انها تقولنا اهلا وسهلا فيكم ام كرم بتقول لي انت تمارا كم عمرك؟ 22 قد ايه بتحطوا فيه؟ <applause> <applause> لا انا على فكره يعني اي نعم ابني ما شاء الله كبير بس انه انا بعدني صغيره <تصفيق> <تصفيق> فضل قولهم قديش عمرو برضو هاي صفة جيدة لما تعرفون نضحك من دون سبب برضو مش مجانين علي بيكون حاجة معك <applause> أنا بقول طلعوني علي بريك وجبيلي علي ده لو سمحتي لو سمحتي جيبي انتي هيك معدة <applause> عسولة <على> <applause> طبعا رجعنا اكيد لكل يلي انضموا لنا هلا اهلا وسهلا فيكم وبدي ارجع اذكركم بانه اليوم طبعا عم نعمل اكله تراثيه بحته كنتوا يعني سبقوا طالبينها من الشيف خميس وبدي ارجع اخبر انه كل حدا هلا موجود معنا بقدر يتواصل معنا من خلال الكومنتس وما تنسوا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشر وعمان تي في اوفيشال تشيروا الحلقه وتحتفظوا فيها عندكم على صفحاتكم. هلا انا شايفه انه طلعت مبدئيا سلطه وراح يكون فيها جرجير صحيح انسب للجميد صحيح بس انا شو بدي اعمل قبل ما نروح للسلطه اه بدي احط أه أه الجميد على البرغل أوه. وبدي اهرسه اقلبه مع اقلبه مع بعض اوكي بهذا الشكل يعني زي كانك عم تعمل بتسقيه بسقيه بالضبط بشربه جميد صح راح اتركه هلا هيك على النار بدي ارجع اغطيه اه مش كل ال كل شوي مش كل شوي هذا الإشي اللي حكيته طيب خلينا ناخذ وصفه وصفه السلطه قبل ما اكون انا ايش قلبت هون ابشر هيا بنا سلطة جبنة الحلوم المقلية رح تحتاجوا لثلاث باكيتات جبنة حلوم بالإضافة لضمتين من الجرجير وحبة بصل أحمر كوب بندورة كرزية ربع كوب دبس رمان بالإضافة لربع كوب زيت زيتون طبعا بدي اقول لفايز بيسالني هذا شو منسف لحمه يعني بدنا نقول عنه مليحي صح بيشبه المنسف ولكن هو بالبرغل مش بالرز طبعا وليد بيقول لك شو هالبرغلات المسقسقين مسقسقين وبدي كمان هلا افغسهم فكرة شفت بعض الاشياء يعني مم. دورت على الموضوع منيح قبل ما اطلع من المليح شفت ناس شو بيسووا هلا هذا البرغل لازم يهرسوه بضلهم يهرسوا فيه يهرسوا فيه لحتى يتماسك ويصير زي الكتله اوكي حلو عشان تكوني عارفه ما بيكون مفلفل ابدا زي ما انا حكيت لكم وكمان آه بعض الناس بجيبوا الهاند ميكسر بفعصوه أكتر بفعصوه أكتر, أكتر بطحنوه او او بخلوه زي المعجن صراحه بس انا بتخيل هيك انسب صراحه يعني إن احنا مش رح نتقبل هاي الفكره كثير وبعدين بيكون كتير مسهمد ب آه بالصينيه فانا هلا حطيت جميد رح ارجع اضلني احركه اذا حدا شافني قبل ما اطلع وصفه السلطه عم بحرك هيك تمارا انا بقول لك شو هالتحريك اللي عم بيسوي الشيف خميس انا عم بحاول عشان تتفعل بالضبط اني اهرسه شوي طيب اول شيء بدي اعمله بدي احط دبس الرمان يا سلام شو بحب دبس الرمان مع زيت الزيتون اوكي بهذا الشكل اوكي بدي احركهم احط عليهم الملح والفلفل طبعا مستخدم ملح الهيمالايا يعني من دوبي اها <applause> وكمان انتم بتعرفوا انه انا بحب استخدم الفلفل الاسود الطازه اللي بينطحن بهالشكل كله هذا بالصوص بالصوص نحركهم مع بعض نحطهم على جنب ونبلش تطبيق السلطه السلطه انت دائما بسيطه يعني عندك انت ما في غلبه بالسلطه بالتقطيع وبالفرم يعني اسمعي مايك ما في تقطيع اه في العاده في بتعمل تقطيع بالعاده <applause> <مقتة>. بقطع <applause> طب الحمد لله بس هلا شوف هون ميسر عم بتقول لك انه ميسر ليش غيرت الاسم طب من ميسر عشان علي, علي. بقول لك ميسر كل شوي بتقولي لي بس ما هيك مكتوب الاسم بالانجليزي ام او بس على العموم عم بتقول لك عملت طريقتك بالكبده وطلعت بتشهي شكرا وحبوها كثير ويسلموا ايديكم شكرا شكرا ام كرم عم تطلب منك كيكه بارده تسوي لنا وعم بسالوك سؤال ما بعرف اذا انا حقراه صح او خطا شو بتقرايش لا 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 لا, لا, لا شيء ثاني راح فوق حفظته اوكي هلا هم بدهم كيكه منك بارده حاضر بيحكوا لك كيكه الاناناس بنقدر نبدل الاناناس بالمانجا انتم حرين يعني انتو بدل ما هي اناناس حطوا مانجا مش حيصير شيء مش حيفرق يعني ما بعرف لا مش انا هيفرق. انا حسيت احكي, ل... أحكي شغله امتى بيفرق معكم دائما لما بتكونوا تعملوا كيكه ويكون فيها العريس الشغله الاناناس مثلا لما بنستخدم الاناناس نفسه العصير جوا الكيكه لما بنستخدم المانجا نفسه العصير جوا الكيكه، لما في شيء اسمه بيوري بيكون مخلوط بحطوه الناس جوا الكيكه، هذا بيفرق معكم اكيد اذا ما في هذا الصوص؟ بس ما في هذا الصوص عادي انت حره بتقدر تبدلي اكيد يعني. تمام خلص تمام طيب انا هون عندي جبنه الحلوم، جبنه الحلوم عشان بس كمان نكسب هواء نكسب م. الوقت والغاز عندي هون مليان زي ما انتم شايفين كان في عندي ثلاث طناجر حميت القلايه من دون زيت خليتها تنشط وتاخذ هذا اللون زي ما انتم شايفين من دون زيت هاي. ولا شيء؟ من دون زيت ولا شيء زي ما انتم شايفين بدي اصفتهم هيك بهذا الشكل <applause> تمام استمري هلا عم بسالوك ايه قديش بدها الطبخه وقت فايز عم بسالك بالنسبه لموضوع الجميد بدي اقول لك شغله فايز اذا اللحمه كانت مسلوقه ما بتاخذ شيء احنا خلصنا الهواء وما كانت معنا لحمه مسلوقه يعني ماكسيموم 45 دقيقه لساعة بتكون جاهزه 100% <applause> تمام هلا بدي ارجع هيك خلصت خليني احط هدول الحلوم تحت اوكي <applause> بعدين نجيب الجرجير انا توقعت انك تحط مين اللي بدق الجرس تفضل اهلا وسهلا هاي شكلها دانا بتكبس زهقانه انا بقول علي مش دانا <applause> لاني اول ما قلت انا دانا قامت ايدها من الماوس <applause> نفسي اسال سؤال خميس انا شخصيا ليش دائما عنده سلطة بالشقلوب انتبهتوا هي ثاني سلطة بعملها معي بتكون من شقلوب من تحت لفوق ما بحط ال... بالضبط احكي لك شغله تمارا <applause> احكي انو اتقل الجرجير ولا الجبنه؟ الجبنه الجبنه كثير اتقل اذا بنحطها على وجه السلطه تهبد لنا السلطه فالمنظر اول اشي احلى لما احنا بنحط الجرجير بهذا الشكل وتحتها هيك الجبنه مصفطه صدقيني احلى بكثير وكمان بنحافظ على انه السلطه ما تهبد ضلها واقفه بهالشكل بنحط البندوره حواليهم <applause> تمام بعدين هيك احنا متعودين بالشغل بالفنادق يعني معلش حمليني ام محمد طال عمرك لا خذ راحتك طال عمرك بعدين شو بدنا نحط بصل اخضر يعني انت عم بالضبط اللي عم تعمله انسى طبعا الحلوم انت كل إشي احنا بنحطه جنب المنسف حطيتوا البصل الاخضر بنحط احنا كمان الجرجير بالضبط عملت انت منه يعني سلطه 100 حبيت الفكره وحبيت يعني المنظر وزي ما قال هلا كمان كل واحد بصير ياخذ زي قطعه الكيك يعني الجبنه بتسهل انك تسكب اكثر من انك بالزبط. تكون تشالوب 100% كمان بدي اشوف تعليقاتكم اكيد على صفحتنا على الفيسبوك بدي ارجع اذكركم شيروا الحلقه وما تنسوا انه من خلال قناتنا على اليوتيوب عمان تي في بتقدروا بكل بساطه تعملوا سبسكرايب للقناه وتتابعوا اي برنامج بروح عنكم واكيد طبعا من ضمن البرامج صحتين وهنا وبتقدروا تشوفوا الوصفات آه عم بتسكب اوكي بدنا ناخذ اتصالات على الهواء يلا دندونه رح ناخذ رقم التليفون مباشرة على الهواء عشان تقدروا تحكوا معانا وندردش كمان هيك بالاتصال طلعونا الرقم عم بدوروا على الرقم هلا بطلع الرقم هيو 06 568 7663 وبنقدر ندردش خميس وانا معكم مباشرة طيب شو السلطة الإسبانية؟ بعرف اليونانية أنا في ألف سلطة إسبانية بدهم منك سلطة خلص ليوم بنعمل بيئة وبنعمل معها كثير أشياء يا سلام يعني لو سمحت البيئة أنا أطالب فيها لأنه أنا برضه بحبها كمان طيب على يعني صراحة أه أوكي يعني أربعة هيك أربعة شو رأيكم تعملوا اللحوم والدسم معاي ومع بنتها الأشياء اتس <applause> على فكرة هي ما بتاكل لحوم أساسا <applause> <مع> عشان هيك عم بقول لك طيب تحياتي لإلكم شو أنا بس بدي أستخدم هذا معلش شوفوا كيف بهرس والله هلا اذا بدكم تعملوا زوم ان شوفوا كيف عم بهرسها طبعا انت يدوي بس انت قلت في ناس بيعملوا اه في ناس شفتهم بالخلاط بيعملوه اوكي هذا عشان هي هيك فكرتها لازم تكون صح بالضبط حبه البرغل ابدا ما بتكون واقفه تمام معناته بدي ارجع اذكركم شيروا الحلقه قد ما بتقدروا عشان تقدروا ترفعوها وتخلوها عندكم بصفحاتكم وراح اخذ محمد مباشره على الهواء مرحبا يا محمد الله يخليك يا هلا بيكي شو اخباركم؟ والله تمام انت طمني عنك الله يخليك سمينا على الشيف الرائع خميس قويدر اهلا وسهلا انا والله صراحه شفته في فاضي اشغال والله عجبني مع الحركات الحلوه حبيبي الله يسعدك كلك زوج حبيبي حبيبي محمد استاذ خميس يعني بالنسبه للسلطه الاسبانيه لها موسم هلا ايش قصدك انت بالسلطه الاسبانيه؟ في اكثر هلا بن يعني بنحط معها طن بصراحه يعني التونه اللي فيها التونه تونة. انا عملت <applause> ص... يعني عملت <applause> 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 اوكي انا من فتره كثير قريبه اذا كنت متابع الحلقه انا عملت النسواز سلط بس هي سلطه فرنسيه اللي بيجي فيها التونه لا مش مش اسبانيه اذا قصدك عليها يعني اه اللي عليها بحطوا معها بالاصل تونه يعني اه بيجي فيها تونه وبيجي فيها فاصوليا خضراء وبيض بنفس الوقت والصوص تبعها بيكون ماسترد مع الزيت يا سيدي الله يعطيك العافيه انت ما شاء الله لمساتك يعني انا بتابعك والله كل يوم صراحه ومع الإعلامية الراعي ماره يعني يا الله حبيبي الله يخليك محمد الله احنا حبيبي. هذا شرف لنا صراحه انكم يعني بتعطوا جو حلو الله حبيبي سعيدك. الله يخليك كلك ذوق شكرا كثير لك يا الله يعافيك اهلا وسهلا دائما بتكون بتتابعنا ودائما تتواصل معنا وزي ما خبرناكم اتصالاتنا مفتوحه لنهايه حلقتنا لليوم بتقدر تحكوا معنا باي وقت تدردشوا معنا وهي خميس بلش يرجع يسقي مره ثانيه وراح نطلع اوكي وانا رح نطلع معكم على الهوا <applause> والله بطلت اعرف احكي بدنا نطلع لفاصل ونرجع لكم والله شوفوا لي هالتزيين طلعوا طلعوا يعني عشان تعرفوا هويه العصير هو عباره عن بطيخ وفريز طلع ما أحلى حبيت والله بس كيف زبطت معك هاي هالقد صغيره؟ انا انجل تزبط معي كبيره. <applause> هينا ثبتنا ايدنا. كيف بس؟ حلو صح؟ تعبت وانا بعملهم وانت بتتحدث مع دانا بدل ما تقومي شكراً لك يعني يعني غلبت غلبتها كثير لام محمد صراحه. طيب <applause> آه وصفه هلا آه مش غريبه عادي بطيخ مع فراوله يا جماعه كثير زاكيه على ضمانتي انا بحبه كثير البطيخ مع الفراوله وانا حطيت لها نعناع من اول مره بدي احط نعناع فجربوها راح تحبوا كثير زائد انه هلا موسم البطيخ فنحاول نستغل البطيخ قدر الامكان فانا بحكي لكم هاي الوصفه كثير طيبه بس قبل ما ناخذ الوصفه بصير ناخذ ام محمد لانها هي معانا موجوده من الفاصل مرحبا ام محمد كيفك اهلا حبيبتي يعطيك العافيه الله يعافيك شو اخبارك الحمد لله والله حبيبه قلبنا كثير مبسوطه اني انا لقط الخط معي احنا المحظوظين تسلميلي حبيبتي وانا كمان محظوظه والله كثير وبحبك كثير يا الله يسعدك يا رب وبحب اتابعكم وبحب اتابع برنامجكم وانت عن جد محبوبه ودمك خفيف ما شاء الله عليك الله يخليكي يا رب إما محمد في <applause> عندك اي سؤال للشيف والله انا حبيت اتمسى عليكم واحكي لكم يعني ما شاء عليك. الله عليكم اهلا وسهلا برنامجكم كثير حلو كل يوم بتابعه والله اهلا وسهلا شكرا كثير لك حبيبه قلبنا يعني الله يخليك يعني يخليكي غريبه وطبخاته يعني زاكيه وغريبه والله اساليني انا قديش زاكيه يعني. اهلا وسهلا شرفتينا وشكرا كثير على متابعتك شكرا كثير لك حبيبه قلبنا ام محمد ان شاء الله دائما بنسمع صوتك وهلا رح اخذ وصفه العصير هيا بنا عصير البطيخ مع الفراوله رح تحتاجوا لثلاث اكواب من البطيخ المقطع لاثنين كوب فراوله وربع كوب ورق النعناع وثلج حسب الرغبه بدهم وصفات سورية شيف حاضر هيك على فضاوتك مخمخ لنا إيه؟ انت عم بتحط البطيخ بالبزار؟ اه عادي؟ عادي عشان اذا لا ما فيش حاجه شيء <applause> بطيخ لا انت هلا مسم... حل... انت هذا اللي سمعته بس ما سمعت اللي قبل علي طبعا علي طلع صوته تمارا ب... نادى على البطيخ بطريقه <applause> تقوله بياع بصبع ذكرني بزمان بالسيارات كان يجي يبيعوا بطيخ والله طيب هلا شو رح نعمل؟ حطينا البطيخ والفراوله والنعنع وبدنا نضيف لهم كمان عصير فراوله جاهز بس عشان ما احط مي او ثلج خلي الوصفه تطلع مزبوط انا مش حاطه سكر بدي حموضه الفراوله مع السكر الموجود بالبطيخ بيطلع الطعمه كتير راكزة وطيبه وبدي انوه لشغله هلا البطيخ احنا بنقدر نضربه لحال على شهر بعدين نرجع نصفيه ونستخدم ميته بدل ما نستخدمه هيك ولكن احنا م. وقت البرنامج مش راح يسمح لنا بهذا الإشي فانا بعد ما حطيت كل هاي المكونات مع بعض اضيف لهم هلا عصير كمان الفراوله خلص هيك واللي فيه نسبه أيوة بالضبط واللي فيه نسبه سكر كمان عاليه وبدي اضربهم مع بعض عم بسالوك اذا ممكن نحط مانجا مع الفواكه ولا في فواكه نوع معين نحط فيها المانجا لا ايش بالضبط عصير اه طبعا احنا عملنا وصفه عصير مانجا الاسبوع اللي فات قبل فتره تمام أوكي. يلا نخلط يلا موسيقى يا علي يلا نشغل الخلاط <applause> اشتغل؟ لا اشتغل؟ كلا كلا؟ ناخذ احمد يلا على الهواء؟ <applause> <applause> ناخد احمد ولا نشغل خلاط اشتغل <applause> راح اخذ احمد وانت اسكب يلا اوكي مرحبا احمد مرحبتين فيك ومعك احمد ابو خميس من الزرع اهلا وسهلا فيك اهلا فيكي واحنا بنحب برامجكم دائما نطلع عليهم وكثير كثير كثير تبسطونا الله يسعدك يا رب الله. انا انا عندي صاحب مسكين بطلع علي على برنامجكم كثير من بطلع بطل كمل برنامج بحكي له ليش؟ بحكي لي انا يا ريت هذا الاكل بقدرش عليه لانه انا معي القلب والحكي هذا يا وردي اه انا بحس حالي مصدوم انا بموت عليكم بحب كل شيء فيكم يا الله يسعدك يا رب يا احمد الله يسعدك ما شاء الله الله يخليك اهلا وسهلا شيف خميس يا ريتك تحطوا حلقه للمرضين في القلب والحكي هذا يعني تعرف كيف انه راعي شعورهم كل هذا حلقه خصيصا لكم اذا تحبوا تتابعونا بيوم كذا يا ريت والله أتسأل. فكره كتير كتير حلوية. فكره كثير كثير حلوه وشكرا كثير يا ريت تقبلوها منا <تأكلم> فكرة كتير كتير حلوة وشكرا كتير لك لأنك نبهتنا لهذا الموضوع وإن شاء الله قريبا جدا بتلاقينا رتبنا هيك موضوع أكيد الله يسعدك يا أحمد شكرا أنا حبيت عن جد الفكرة لأنه فعليا يعني في ناس يمكن بيحترونا بيجوعوا يعني وبيكون جعبالهم إنهم يدوقوا بس يمكن أنتم بتضيفوا أشياء أو بتقللوها فممكن وقتها يقدروا يشربوا صحيح يشربوا مية بالمية يقدروا يأكلوها وقت براحتهم مية بالمية صح <تصفيق> 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 نسكب هلا هلا بدي أسكب يا سلام نيجي لمرحلة الحسم بس وين الكبة؟ هلا من طولها ما تقدر مقلي كبة عادية مقلية؟ أنا كان في معي كبة مقلية، هلا إذا دانا دخلت هيها كبة موجودة ما أنا بعرف ما فرامة <applause> ما شاء الله <applause> شفتي على السريع ما بتقدر <applause> <applause> شوفوا كيف شرب ال الجميد بس مش يعني بنفخ يمكن اظن من معلقه وربع يعني معلقه اكل وربع تشبعوا مية بالمية صح خلي هادي هون هيك عشان السمن البلدي عشان يكمل معنا بالاخر كمان طبعا يا حبيبي انا اظن من هاي السوبر راح اخذ هلا العصير طبعاً, طبعا, انا ايش ايش الحلقه اللي فاتت الاكل ما كفى للشباب بعد ما خلصنا اه حبيبي. <applause> ما كفى ما كفى في المرة هاي زدت كميه <applause> شكرا طب خلينا اخذ له اي وانت بتسكب <applause> هاي له اي كيفك؟ كيف 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 أنا منيحة أنت؟ والله كله تمام أنا كثير بحبكم وبحب برنامجكم <applause> الله يسعدك وإحنا أكيد بنحبك وبنعزك كثير وآي so لاف يو سو ماتش خميس حبيبي أهلا وسهلا كيفك كيف شو أخبارك؟ الله يخليك تمام الله يسعدك الله يخليك كلك ذوق دائما مبدع ومتألق شكرا شكرا حبيبي كلك ذوق ولبنان وأهل لبنان كمان بحبوك وبدوا لك سلام الله يخليك يا رب تحياتنا اكيد لكم كلياتكم لو اي شكرا لك ولتواصلك معنا علي شو ماله ما بعرف تحياتنا لسامي بما انه سامي موجود سماسم سماسم مرحبا طب هلا ايش عم تسكب ليش انا عملت حسيتك عملت استنى استنى ليش عملت لنا ستايل ما هو هيك لازم يكون مش السايد علي تمارا دوقي هاي الحلقه بلالك من هالرجيم خلصت علي يا جماعه ايش في؟ قتلني علي اعطيك كاسه مي لا تمام الله عليك وعلى السمنه البلديه تعال عليهم تعال يلا علي شوف شوف اوف اوف شوفوا كيف دابت اللحمه دابت هذا انت عن جد عم بتقيمها من العظمه؟ عنجد جد بوركوا طلعوا كيف يا سلام هدول ايش موزات هدول موزات انا ما قلتي لي انا بروفيشنال شكرا دانا شكرا بدي نجمع انا ومروحه <applause> طبعا انا ليش سكتت انت وانت عم تسكت بطلت عم بدي احكي انا جعت يا زلمه احكي انا بطلت اركز طيب هلا بنحط السمنه هيك بس الصوت الطشطش عملت هيك اول ما حط السمنه يسعد اوقاتكم عم نتابعكم من, من الدنمارك انا كمان بعمل كوسه بطحينيه هلا قاعده كوسه بطحينه انا أو... مخشي يعني. مخشي بطحينه طبعا في ناس بتسويها باللبن من... لا بسويها في في ناس بسويها بطحينه بي... كمان طب خميس ايش بصير لو باخذ انا كاسه وبنخليهم بدل ما يكونوا خمسه اربعه شوفي هو ما بصير شيء عشان تلحي حالك خذي كاستك من هلا بالضبط استني شوي نعمل ديكور جديد ها بقولي لي دوقي 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 رح ادوق العصير بس سمعتني بدي ادوق صرت استعد لننهي لحظه شوي بس خليني ادوق دقيقه شوي دقتي طب خلوني انا اذكركم شو عملنا وصفات اليوم بس فعلا انه بدي اقول شغله بس للي عندهم سكري جد بقدروا يشربوا ما عنده اي نوع من انواع السكر الزياده يعني اذا كانهم اكلوا بتضحك <applause> <applause> زي ما كيف في سكر بتو... يعني طعمته تطع... طا... ظابطه ولا لا هذا 100% بس أنت مش حلو بتدنق لا 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 مش حلو ابدا لأ لا, لا, لا. حموده <applause> الفراوله حموضة الفراوله مظبطه الوضع اكيد طيب انا بدي اذكركم شو عملنا اليوم وصفات طبعا عملنا ثلاث وصفات والوصفه الرئيسيه كانت الملاحي اللي هو مش محطوط عليه كبه ولا ضلوا آه. يحكي نحكي كبه 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 يا دانا زوجة شو انت تقولي لي ذكر تمام اه عملنا الملاحي الملاحي اكله حورانيه آه ومشهوره كثير بدرعا وهي آه يعني تقدر تقولي المنسف الدرعاوي الكبه بتنحط هيك على الوجه زي ما انتم شايفين، طبعا حدا بده يقول لي كبه ومنسف بقول له هذا مش منسف هذا جميد مطبوخ مع البرغل اوكي وهي اكله حورانيه، وعملنا كمان آه وصفه السلطه مع الجبنه المقلية جبنه طبعا حلوم انا مستخدم مع الجرجير والبصل الاحمر وكمان البندوره الكرزيه والصوص كان او الدريسنج كان دبس الرمان مع زيت الزيتون عملنا عصير البطيخ مع الفراوله والنعناع وان شاء الله انت ذقتيه وان شاء الله يكون عجبك صحيح عشان بدي اخته اروح اخذه لهناك يعني واهرب إني. ماشي خميس سمعت انه بكره انت على الهوا بكره انا كمان على الهوا ايش عامل؟ بكره عامل تشيكن بيكاتا وعاملين فروت سالاد ايش ايش عامل؟ والله هلا دانا انت يعني بتورطني بس بس بتورطني وبتروح مش انا قلت لك فروت سالد على وقتك اسمعي برضو؟ بصراحه برجع عيد لك وقتك بس بطريقه تانية <applause> انا بدي كل الوصفات هي طالبه <applause> مني هلا تذكرت انه كمان تمار طالبه مني صراحه فروت سالد <applause> رح نودعكم نتض... بتضلوا بخير باي باي <applause>